أم عيسى رحبت باللي وصلنا مع بناتها والفرح في خير حالي للعريس أهدت بيوت الشعر فنا لأن همها رخصت له كل غالي يا طيور السعد ذا الترحيب منا وصليها اليوم بلحنا الخيالي الضيوف اللي لفونا في فرحنا تحيا كل عالي القدر غالي أم عيسى رحبت باللي وصلنا بناتها والفرح بغير وللطلب بدون حقوق أو استفسار التواصل على جوال 05-333-421 ضيوفنا نحن ومعنا تزهى مرحب بكم عند الرمالي كل من جاء والوفا باسمه تغنى بترحب كل أبيات الجزالي ارحبوا ملغيت فوق الأرض شنا يا ضيوف انتم سعد ذا الترحيب منا وصليها اليوم بلحنا الخيالي والضيوف اللي لفونا في فرحنا تحيا كل عالي القدر غالي أم عيسى رحبت باللي وصلنا بناتها والفرح بخير حالي العريس اهدت بيوت الشعر فنا لأنها هم أرخصت كل غالي لأنهم أرخصت كل غالي للطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-428 سعد ذا الترحيب منا وصليها اليوم بلحنا الخيالي والضيوف اللي لفونا في فرحنا تحيا كل عالي القدر غالي أم عيسى رحبت باللي وصلنا بناتها والفرح بغير حالي العريس اهدت بيوت الشعر فنا لأنها مرخصت بكم عند الرمالي كل من جاء والوفا باسمه تغنى بترحب كل أبيات الجزالي ارحبوا ملغيت فوق الأرض شنا يا الضيوف انتم كريمين الخصالي ارحبوا ملغيت فوق الأرض شنا يا الضيوف انتم كريمين الخصالي يا الضيوف انتم كريمين الخصالي يا الضيوف انتم كريمين الخصالي عرس عبد الرحمن الكل هذه النسخة للاستماع فقط يوم عرسة تفرح الأخوان معنا
وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-33-48-02-1. يا طيور السعد ذا الترحيب منا وصليها اليوم بلحنا الخيالي والضيوف اللي لفونا في فرحنا تحيا كل عالي القدر غالي أم عيسى رحبت باللي وصلنا مع بناتها والفرح بخير حالي بالعريس اهدت بيوت الشعر فنان لأنها أمها الخصب له كل غالي لأنها أمها الخصب له كل غالي كل من جاء والوفا باسمه تغنى بترحب بالابيات الجزالي ارحبوا ملغيث فوق الارض شنا يا طيور انتم كريمين الخصالي ارحبوا ملغيث فوق الارض شنا يا طيور انتم كريمين الخصالي يا طيور انتم كريمين الخصالي يا طيور انتم كريمين الخصالي عرس عبد الرحمن الكل هناه عريس فرح الأخوان معناه كريم الأصل من خير الرجال يوم عرسه تفرح الأخوان معناه كريم الأصل من خير الرجال بارك الرحمن الأصيل تغنى وسعد رب السما في كل حالي وسعد رب السما في كل حالي التواصل على جوال 05-333-48-021 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-5333-48-021